مرحبا بكم أصدقائي معنا في فيديو جديد. إذا موضوع درسنا اليوم سيكون حول لو بلوريال دي نو. لو بلوريال دي نو بمعنى جمع الأسماء. إذا سنتعلم اليوم كيف نحول الاسم من المفرد إلى الجمع، وأيضا سنرى الاستثناءات التي ترد على هذه القاعدة. إذا كما العادة قبل أن نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا أن تشتركوا معنا في القناة دعما لنا على المتابعة. إذا في البداية، كما نعلم أن القاعدة العامة عند تحويل الاسم من المفرد إلى الجمع فإنه يجب إضافة في آخر الكلمة حرف S. مثلا لو garçon في المفرد تصبح دي garçon في البلوريال، أو مثلا la fille في المفرد فإنها تصبح في الجمع دي fille، ونضيف S في آخر الكلمة. لكن هنالك عدة استثناءات ترد على هذه القاعدة. إذا أول استثناء، فإن الأسماء أو الكلمات التي تنتهي بحرف S أو X أو Z فهي لا تتحول عند انتقالها من المفرد إلى الجمع. مثلا une souris في المفرد تظل des souris في الجمع، فلم تتغير حالة الكلمة، فلم نضيف شيئا في الآخر. أو مثلا une croix في المفرد تظل في الجمع des croix. أو مثلا un nez في المفرد في الجمع نقول des nez. إذا فأي كلمة تنتهي بهذه الحروف فهي لا تتغير عند انتقالها من المفرد إلى الجمع. الآن ننتقل إلى الكلمات التي تنتهي ب I، للنون كي سو تيرمين بار I. فالكلمات التي تنتهي ب I في آخرها فإن القاعدة العامة أننا نضيف S في آخر هذه الكلمات. مثلا لغاي في المفرد تصبح لغاي في الجمع، إذا نضيف S في آخر الكلمة. أو مثلا لو ديتاي تصبح في الجمع لي ديتاي، إذا كما رأيتم نضيف S في آخر الكلمة. لكن هنالك استثناءات ترد على هذه القاعدة. فكل الأسماء التي تنتهي ب I عند تحويلها من المفرد إلى الجمع نضيف S في آخرها، باستثناء هذه الكلمات: تخافاي، كاغاي، فونتاي، سوبيغاي، فيتخاي. فهذه الكلمات عند تحويلها إلى الجمع فإننا لا نضيف S بل نضيف O avec X في آخر الكلمة، وتصبح هذه الكلمات في الجمع travaux, carreaux, ventaux, soupiraux, vitraux. إذا فكل الكلمات التي تنتهي ب I عند تحويلها إلى الجمع نضيف S في آخر الكلمة، باستثناء هذه الكلمات التي رأيناها. إذا الآن لننتقل إلى قاعدة أخرى، les noms qui se terminent par al. les noms qui se terminent par al. إذا فالقاعدة العامة أن الكلمات التي تنتهي ب al عند تحويلها إلى البلوريال فإننا لا نكتب al بل نكتب o avec x à la fin. مثلا le cheval في المفرد تصبح des chevaux في الجمع. إذا فكما تروا أن al في المفرد تتحول إلى o في الجمع. لكن هنالك استثناء، حيث توجد بعض الكلمات رغم انتهائها ب آل فإنها لا تتحول إلى أو في البلوريال. مثلا بال، شاكال، ريسيتال، كارنافال، فيستيفال، ريغال. فهذه الكلمات عند تحويلها إلى البلوريال فإننا نضيف فقط حرف S في آخر الكلمة، حيث تصبح بال avec S à la fin، شاكال، ريسيتال، كارنافال، فيستيفال، ريغال. إذا ننتقل إلى قاعدة أخرى، les noms qui se terminent par E, O, O. إذا فجميع الكلمات التي تنتهي بهذه الأحرف عند تحويلها إلى البلوريال فإننا نضيف X في آخر الكلمة. مثلا le fou تصبح في البلوريال des fous أو les fous. un noyau تصبح في البلوريال des noyaux أو les noyaux. كلمة أخرى، un oiseau تصبح في البلوريال des oiseaux. إذن فكما ترون أننا نضيف حرف X في آخر الكلمة عند تحويلها إلى البلوريال. لكن هنالك أيضا استثناء، حيث أن هنالك بعض الكلمات أو الأسماء في اللغة الفرنسية رغم انتهائها بهذه الأحرف فإنه عند تحويلها إلى البلوريال فإننا لا نضيف حرف X في آخر الكلمة بل نضيف حرف S. مثلا كلمة لوندو عند تحويلها إلى البلوريال فإننا نضيف S في آخر الكلمة. أو مثلا بلو أو بنو فإننا نضيف أيضا S في آخر الكلمة.
إذن ننتقل إلى قاعدة أخرى. إذن الآن ننتقل إلى الكلمات التي تنتهي ب O في آخرها. Les noms qui se terminent par O. إذن فجميع الكلمات التي تنتهي ب O عند تحويلها إلى البلوريال فإننا نضيف حرف S في آخرها. مثلا un clou تصبح les clous. لكن هنالك أيضا استثناء على هذه القاعدة. فهنالك بعض الأسماء رغم انتهائها بحرف O في آخرها إلا أنه عند تحويلها إلى الجمع فإننا لا نضيف حرف S في آخرها بل نكتب حرف X. إذا فكما ترون معنا هذه الكلمات فهذه الكلمة رغم انتهائها بحرف O إلا أنه عند تحويلها إلى البلوريال فإننا نضيف حرف X وليس حرف S. وللإشارة فإن هنالك بعض الكلمات في اللغة الفرنسية عند تحويلها إلى البلوريال فإنها تتغير بشكل كامل في كتابتها. مثلا un œil تصبح في البلوريال des yeux. Un ciel تصبح في البلوريال des cieux. Le monsieur تصبح في البلوريال des messieurs. إذن فيجب الانتباه عند تحويل الكلمات من السنجلي إلى البلوريال حتى لا تقع في هذه الأخطاء اللغوية. وفي النهاية أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا في هذا الدرس. ولا تنسوا أن تشتركوا معنا في القناة لتصلكم الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.